الحمل. قد تكون القضايا غير واضحة هذا اليوم يا مولود الحمل، والأمور التي قد تظنها واضحة وسهلة قد تكون معقدة جداً، وتجد نفسك اليوم متحفظاً أكثر من الأيام الماضية. الثور. يوم عملي، فأنت تبدع في إدارتك وطريقة سيطرتك على الأمور، وخاصة إذا كنت رئيساً أو مديراً. الأمور قد تأخذ منحنى آخر في فترة ما بعد الظهر، وقد تشعر ببعض العصبية من كثرة المشاكل التي يفترض عليك حلها. الجوزاء. الأمور المالية هي أكثر ما يهمك في هذا اليوم. العقارات والبيع والشراء سيكونان في قمة اهتماماتك. الالتزامات المالية تظهر فجأة أمامك في الظهيرة، فعليك التخفيف من مصاريفك في المساء. السرطان. الظروف تساعدك اليوم على التألق في مجالات الفن. حسك الإبداعي متميز جداً يا مولود السرطان، وحبك للألوان والطبيعة يساعدك اليوم على المشاركة في بعض الأنشطة المهمة في مكان عام. الأسد. مشاعرك مقيدة إلى حد ما هذا اليوم. تشعر أنك غير راض عن نفسك بسبب حدوث شيء ما في الأسابيع الماضية. حاول أن تتغلب على هذه المشاعر يا مولود الأسد. العذراء. يوم مناسب جداً لمراجعة قائمة أو جدول مواعيدك. لا تتردد عند اتخاذ هذه الخطوة اليوم. حياتك العاطفية قد تكون مضطربة جداً، فانتبه لتصرفاتك وفكر بقلبك هذا اليوم. الميزان. ركز أكثر على ما تقوم به ولا داعي لأعمالك المتهورة في صباح هذا اليوم. قد تضطر إلى مواجهة رئيسك في العمل للتناقش في بعض الأمور، وستكون أنت المنتصر. العقرب. بإمكانك أن تشعر بالحب، فطاقتك الرومانسية تجذب المعجبين. إذا كان لديك اهتمام بالحب فإنك ستكون ملفتاً للأنظار اليوم. لا تتردد في إظهار حبك للآخرين، وتمتع بالحياة اليوم يا مولود العقرب. القوس. لا تشغل نفسك بالقيل والقال، وبالتحديد هذا اليوم تشعر أن هناك شيئاً ما يقيدك ويعيق تصرفك. علاقاتك بالآخرين متوترة إلى حد ما. لا تستسلم وأسعى لتحقيق هدفك. الجدي. كل شيء يسير بشكل رائع في حياتك المهنية. من الأفضل أن تكون واقعياً بقدر الإمكان. هذا اليوم ربما تحدث بعض التغيرات في حياتك، وربما تنطوي على تغيير وظيفي أو ترقية أو فرصة للسفر. الدلو. اليوم تتميز بسرعة البديهة، ولذلك تستطيع من خلالها أن تعيد تقييم أفكارك ومبادئك. تفكيرك حكيم، ولذلك معظم القرارات التي تتخذها عادة ما تعود عليك بالنفع. الحوت. مشكلة مؤقتة مع الحبيب قد تجعلك تبتعد عن مجال العمل وتؤثر على أدائك بشكل كبير. لا تجعل الغضب يضعفك ويسيطر عليك. ربما يكون عدم التواصل الجيد بينكما هو سبب المشكلة.